مساوي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مبدئيا كده رمضان كريم، بما ان الفيديو ده هينزل واحنا في رمضان. النهارده ان شاء الله انا هخلص معاكم اخر درس من دروس الجغرافيا. بس قبل ما نعرف ايه هو اسم الدرس، نعرف اسم الوحده. الوحده اسمها ايه؟ بس الاخطار الطبيعيه والبيئيه. اخطار طبيعيه وبيئيه، نعرف دلوقتي الفرق بينهم. بس اول درس هناخده في الوحده دي هو درس الزلازل والبراكين. اول درس معايا اهو اخطار من بطن الارض اسمه الزلازل والبراكين. تمام، قبل بقى نعرف عنوان الدرس والمحتويات في الدرس ده، انا عايز اعرف الفرق ما بين الاخطار الطبيعيه والاخطار البيئيه. في فرق كبير. لو جينا بس كلمه خطر طبيعي، يبقى ده دمار بيحصل بسبب اسباب طبيعيه، يبقى دمار كبير بيحصل بسبب طبيعي، حاجه من عند ربنا والانسان ملوش دخل فيه نهائي. طب جميل، الاخطار الطبيعيه لما هي حاجه من عند ربنا فليها جوانب ضاره وليها جوانب سلبيه. يبقى الخطر الطبيعي ليه مزايا ايجابيات وليه سلبيات. تمام كده. اما الاخطار البيئيه دي بتحصل نتيجه عوامل طبيعيه، بس المره دي مين تدخل برضو معانا؟ الانسان. يبقى الاخطار الطبيعيه بتحصل بسبب طبيعي الانسان ملوش دخل فيها، انما الاخطار البيئيه بتحصل بسبب طبيعي بسبب تدخل ايه؟ الانسان. هنا الاخطار البيئيه ليها اضرار وسلبيات كبيرة جدا وبتعمل كوارث فيها. ده الفرق بين الأخطار البيئية والأخطار الطبيعية. والأخطار الطبيعية اللي خدها في الواحد زي ايه؟ زي الزلازل، زي البراكين، زي السيول، زي المعاصير، زي المهارات الجليدية، كل دي مثلا أخطار طبيعية. والأخطار البيئية دي زي ايه؟ زي التصحر مثلا، زي حرائق الغابات، زي الاحتباس الحراري، كل ده هنعرفه بالتفصيل بعد كده. هبتدي بقى درس النهاردة. وأول حاجة من درس النهارده اسمه اخطار من بطن الارض الزلازل والبراكين. فهبتدي اول حاجه بالزلازل. ايه الزلازل دي؟ دي هزات سريعه متتاليه. يعني ايه زلزال؟ هزات سريعه متتاليه تحدث في اجزاء من القشره الارضيه. طيب الزلزال بيبقى ليه مركز بيبدا منه وبعد كده تنتشر الموجات الزلزاليه. طب بس ازاي اصلا بيحصل الزلزال؟ عندي مثلا صوره زي الصوره دي، بيحصل ان الارض يحصل لها في مناطق الضعف بيحصل انها بتتكسر وبتتشقق. فاثناء ما الارض بتتكسر، الحركه دي انكسارها دي بتعمل ايه؟ زلازل. من اسباب الزلازل يحصل ضغط في القشره الارضيه في مناطق الضعف اللي في القشره الارضيه، فيحصل انها تتشقق وتتكسر فيحصل ايه؟ زلزال. مثلا ده حاجه اسمها خط الصبع، الخط بتاع الانكسار، يعني يحصل انزلاق صخور القشره زي بعض الصخور تنزل. في اثناء الانزلاق دي بتبقى في احتكاك، الاحتكاك ده بينتج عنه هزات فيحصل زلزال. تمام، يبقى اسباب الزلازل يحصل ضغط كبير على القشره الارضيه فيحصل انها تتشقق وتتكسر. كلمه تتشقق وتتكسر بنقول عليها تصدع. يبقى التصدع ده ضعف وانكسار في القشره الارضيه، ان بعض صخور القشره الارضيه تنزلق عند فوق بعضها. فلما اثناء الانزلاق بيحصل احتكاك، فالاحتكاك ده ينتج عنه اهتزاز اللي هو الزلازل. في اوقات اللافا اللي هي المواد المنصهره في بطن الارض لما تيجي تتحرك، حركتها دي تعمل زلزال، فهي دي اسباب الزلازل. طبعا هو ده تعريف الصدع، انكسار وضعف في القشره الارضيه. انواع الزلازل مبدئيا، الزلازل انا هقولها انواع، بس قبل ما اعرف انواع عايز اعرف انا بقيسها بايه. بقيسها بمقياس مشهور جدا اسمه مقياس ريختر. يجي كده سؤال في الامتحان، تقاس الزلازل بمقياس ايه؟ ريختر. هل كلها بصنفها على واحد؟ لا، تصنيفها بيختلف على حسب التدبيرة. ليه زلزال ايه؟ ضعيف، ده ما بحسش بيه خالص. قوي، ها يعني حاسه بيه. مدمر، ده دي بقى بيوت تقع شديد التدمير، ده بقى يعني خلاص وضع جديد جدا. من انواع الزلازل ضعيف، قوي، مدمر، شديد التدمير. انا بقيس الزلازل تاني بايه؟ ودي مهمه جدا، بمقياس ريختر. يبقى تقاس الزلازل بمقياس ريختر، ودي اهم حاجه عندي. بعد كده المناطق اللي بيحصل فيها الزلازل، المناطق المتوقع دايما بينتشر فيها الزلازل ومشهوره جدا انها فيها زلازل. قال لي مثلا مناطق اللي عند سواحل المحيط، هي دي. يبقى المناطق اللي حوالين سواحل المحيط هي دي. عندي بعد كده خريطه ومرشح البراكين هنشوفها تاني. مناطق اللي بتحيط سواحل المحيط هي دي، مناطق في غرب الامريكتين، في شرق اسيا، دي مناطق زلازل. سؤال، شفت سؤال في كتاب من الكتب بيقول ايه؟ بيقول تنتشر الزلازل في غرب اسيا؟ لا، تنتشر الزلازل في شرق اسيا
وغرب الامريكا دي المناطق اللي عند ساحل المحيط الهادي، مناطق عند سلاسل الجبال الانطوائيه سواء كان في اوروبا سواء كانت في اسيا، مناطق ممتده مع الاخاديد. الاخاديد الاخاديد دي يعني جمع الاخدود، ودي في منطقه عندنا اسمها الاخدود الافريقي العظيم. ايه بس يعني ايه الاخدود؟ الاخدود ده هبوط ما بين انكسارين، حصل انكسار للارض حلو فهبطت كده، حصل انكسار تاني فهبطت. فالانكسارين دول اسمهم اللي هو الارض اللي بتهبط ما بين انكسارين اسمها اخدود. تمام. يبقى واخر حاجه مناطق في المحيط الهندي والاطلنطي. يبقى من المناطق اللي بتيجي اكتر مناطق اللي عند المحيط الهادي في غرب الامريكتين وشرق اسيا، مناطق عند سلاسل الجبال الالتوائيه في اسيا وفي اوروبا، مناطق عند الاخدود الافريقي العظيم. ايه تاني الاخدود؟ ان حصل انكسار للارض جميل انكسار فهبت في حته كده، فحصل انكسار تاني فهبت تاني. المنطقه الهابطه اللي ما بين انكسارين دي اسمها اخدود. طبعا اشهر الاخاديد هو الاخدود الافريقي العظيم. ايه الاثار بقى اللي بتنتج عن الزلزال؟ ايه اللي بيحصل؟ تعالوا كده نفكر، الزلزال ده هيدمر ايه؟ طرق، مباني، في ناس اكيد هتموت، كباري هتتدمر، حركه المرور هتتعطل. لو صدفه ان حصل زلزال عند منطقه البحر فيحصل حاجه اسمها موجات بحريه زلزاليه اسمها تسونامي. يبقى ممكن يحصل موجات بحريه زلزاليه تعرف بايه؟ تسونامي. يجي كده في السؤال في الاختبار في الامتحان، تعرف الموجات البحريه الزلزاليه باسم تسونامي. تمام كده. تسونامي طبعا ده بيبقى زلازل في البحر بيصبح مرتفع 10 متر 15 متر 30 متر، فعالي جدا، المايه ارتفعت ارتفاع عالي. فايه اللي هيحصل؟ طبيعي لو هي في مدن ساحليه هتغرقها، الشواطئ هتدمرها، لو قدامها شجر هتقتلع وتجرفه معاها. يبقى تاني الزلازل بتعمل ايه؟ لهزات سريعه فيحصل انكسار، يبقى انكسار في القشره الارضيه، تدمير المدن، الطرق، الكباري، تعطل حركه النقل او المرور، يحصل موجات بحريه زلزاليه بتبقى في البحر اسمها تسونامي. وايه بقى النتائج السريعه تسونامي؟ ان هي تجريف رمال الشاطئ، اقتلاع الاشجار، تدمير المدن الساحليه باكملها. طب بس اعمل ايه لو صادفني زلزال؟ قبل ما نشوف اثار الزلزال اعمل ايه؟ لو في مصابيح مات فيها، لو انا عندي ترابيزه انزل تحت الترابيزه عشان اتفادى اي حاجه تقع عليا، ابعد عن اي شبابيك اي نوافذ، لو انا خارجه من المبنى ان انا ما اتزحمش كده واجري مع الناس، ما نستخدمش الاسانسير. طبعا كل دي احتياطات احنا ممكن ناخدها اثناء حدوث الزلازل. بصوا كده من اثار التدميريه للزلازل، شايفين البيت اتدمر ازاي؟ كل ده من اثار الزلازل، شايفين عمليات التدمير. ده التسونامي، شايفين بصوا المدينه كلها بقت تحت الميه يعتبر، يعني خدتها في الشهر. ده اثناء بصوا ما بترتفع الميه كده، ودي هي التسونامي. يبقى تعرف الموجات البحريه الزلزاليه باسم تسونامي. تمام. هي تاني ايه سلوكيات التعامل عند حدوث الزلازل؟ هبعد عن اي نوافذ اي بلكونات، هعمل ايه؟ هطفي النور، مش هستخدم الاسانسير، ونصعد مش واحنا خارجين كلنا نتزاحم، ولا كلنا نتزاحم واحنا نازلين على السلم عشان ما نوقعش بعض، تبقى الكارثه اكبر. يعني الجلوس لو عندي ترابيزه او عندي منطقه طاوله يعني بنزل تحتها. يبقى تاني الزلازل، انا عندي دي قاعده بسرعه، دي عباره عن هزات سريعه متتاليه بتحصل في اجزاء القشره الارضيه. طب بتحصل اكتر في المناطق اللي فيها صروع وضعف في القشره الارضيه او انكسارات. مس بنقيس الزلازل بايه؟ بمقياس ريختر، ودي طبعا بتختلف على حسب قوتها وعلى حسب تدمينها. يعني بتحصل الزلازل انها بتدمر الطرق والكباري كل الحاجات دي جميله، بس من الموجات البحريه الزلزاليه اسمها تسونامي، ودي ابرز النقاط اللي احنا عايزينها في الجزء الخاص بالزلازل. انا كده خلصت الزلازل، رايح على الجزء الثاني اللي هو ايه؟ البراكين. تمام. البركان طبعا احنا خدنا ان هو خروج واندفاع ابخره وغازات ورماد من فوات البركان، ناخد لها الترم الاول دي سهله. البركان ده بيحصل ازاي؟ يكون في منطقه ضعف في القشره الارضيه طبعا تحت الارض، عارفين في لافا وفي مواد منصهره، فمنطقه الضعف دي بتسمح ان المواد المنصهره تطلع من تحت الارض. ممكن في غازات تتجمع، فالغازات دي لما بتتجمع المواد المنصهره طبعا بتروح تصور فجاه وتطلع في فوات في المناطق الضعيفه. ليه؟ اولا البراكين ليها علاقه بمناطق الضعف، القشره الارضيه ضعيفه فهتستغل طبعا فتروح
عاملة ثوران الطاقة دي ضعيفة تطلع منها، أو إن الغازات تتجمع، تخيلوا الغازات تحت الأرض بكمية كبيرة ودرجة حرارة عالية وبفعل النقطة دي ضعيفة فهيصور البركان وهيحصل البراكين زي كده. هيبصوا هنا دي اللافا تجمع الحمم البركانية يعني أو الماجما إن كان اسمها إيه، هنا بتتجمع في مناطق الضعف ومع شدة إن شاء الله طلع غازات معاه وغبار وحاجات كتير. طب ايه المناطق اللي هيحصل فيها البركان؟ قال لي مثلا مناطق عند حافة حوض المحاور المحيطات، قال لي عند منطقة المحيط الهادي دي من اكتر المناطق اللي بتحيط بسواحل المحيط الهادي، اسمها حلقة النار دي فيها 75% من البراكين النشطة في العالم. يبقى نطاق المحيط بسواحل المحيط الهادي ده فيه 75% من البراكين النشطة في العالم. النطاق الموجود في المحيط الهادي نفسه اللي هي جزر هاواي، احنا خدنا الترم الاول من جزر هاواي دي اصلا جزر بركانيه. النطاق اللي موجود في جنوب قاره اوروبا على البحر المتوسط تاني، يبقى عندي منطقه حلقه النار دي في سواحل المحيط الهادي، منطقه تعرف المناطق او النطاق الذي يحيط بسواحل المحيط الهادي باسم حلقه النار، او تقولي تعرف حلقه النار بالنطاق الذي يحيط بسواحل المحيط ايه، هادي اطلنطي هندي قطبي كده، هنختار نقول المحيط الهادي. عند المحيط الهادي السواحل المحيط الهادي عند اي زي عند القارات زي حاله النار. في المحيط الهادي نفسه جزر هاواي في جنوب قاره اوروبا عند البحر المتوسط، والمنطقه اللي فيها ضعف القشره دي عشان هي تستغل الارض ضعيفه فتطلع منها ايه البركان ويصور البركان، ودي منطقه عند الاخدود الافريقي العظيم. يبقى هنلاقي ان مناطق حدوث الزلازل هي مناطق حدوث البراكين، لان دايما مصاحب للبراكين زلازل. هنا هو اهم مناطق الزلازل البراكين دي، منطقه هي حاله النار اللي بنعلن عليها في سواحل المحيط الهادي. دي كلها مناطق اللي هي مثلث، دي مناطق وجود البراكين اللي هنا عند اخدود الافريقي العظيم. طب المناطق اللي حواليها شرايط دي كلها كده مناطق من اللي بيحدث فيها الزلازل. تمام، اثار الزلازل زي ما شفت في اثار بتنتج عن الزلازل، في اثار هتنتج عن مين؟ عن البراكين. اثار ايجابيه واثار سلبيه. تعال ناخد الاثار السلبيه عشان نختم بالاسئله الحلوه دي. وانا اتكلم لافا وماجما طلعت على ميه تلوث، طبعا تلوث مصادر الميه السطحيه اللي بينبعث منها بقى غازات وغاز ثاني اكسيد الكربون وكده، هتدمر الغطاء النباتي طبعا، مش خايلين اللافا والحمم دي طلعت على الارض رايح خلاص كده الموضوع انتهى، هتدمر طبيعي المباني، هتضر بصحه الانسان والحيوان عشان بينبعث منها غازات كتير جدا. يبقى الاثار السلبيه هي هتضر بصحه الانسان، هتدمر المباني، هتدمر الغطاء النباتي، هتلوث الميه. يبقى تلوث الميه، تدمير المباني، الغطاء النباتي، والاضرار بصحه الانسان، دي هي الاثار السلبيه. دي اهي بصوا يا جماعه شايفين كده، دي اللافا اللي بتطلع من دي اثناء الثوران، شايفين الغازات دي كلها طبعا مضره اللي بتطلع منها غاز ثاني اكسيد الكربون، ودي كده اللافا. طب نيجي للاثار الايجابيه، الحاجات الحلوه تطلع في مناطق البركان دي لما يصور في مناطق بحريه بعد ما بيهدى بيعمل لي جزر بركانيه زي جزر هاواي مثلا. يبقى هنكون جزر بركانيه، هنكون هضاب بركانيه زي هضبه اثيوبيا في اليمن. نرجع بقى لهضبه اثيوبيا، هضبه اثيوبيا دي هضبه بركانيه وبيتبع منها نهر النيل، والنهر النيل بيجيب لي تربه طينيه خصبه، فهنا بقى بتزود خصوبه التربه. يبقى البراكين بتزود خصوبه التربه، وافضل انواع التربه التربة يعني اللي بيتزرع عليها اللي هي تكون التربة البركانية خصبة جدا جدا شديدة الخصوبة يعني سميكة طينية كمان. يبقى الآثار الإيجابية هتكون لي جزر هضاب بركانية، يبقى جزر بركانية هضاب بركانية زيادة خصوبة التربة. تمام، الآثار السلبية تلوث المية، تدمير الغطاء النباتي، تدمير المباني، الإضرار بصحة الإنسان. دي هي زي كده الجزر البركانية بس. ده الدرس لحد هنا، اتمنى يكون سهل عليكم كده. خلصت منهج شهر ابريل، ان شاء الله اقابلكم في منهج شهر مايو. شكرا، سنه اولى، سلام عليكم.